قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم بك نستنصر فانصرنا إليك نلجأ فلا تطردنا عليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك وانصر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين آمين آمين عباد الله سنتحدث في هذه الجمعة إن شاء الله عن مقدمة وعن اسم من أسماء الله الحسنى في إطار سلسلة أسماء الله الحسنى أما المقدمة وهي كيفاش نزل القرآن الكريم باش ناخذ العبرة منه فالقرآن الكريم منزلش جملة واحدة وإنما نزل حسب الأسباب اللي هي وقعات في وسط الجزيرة حسب الأحداث حسب الوقائع نزل القرآن في واحد القوم كانوا أشراف ما عندهم لا أخلاق ولا سلوك وما عندهم لا مروءة ولا والو كانوا تيشربوا الدم وكانوا تيقتلوا الأنفس بغير حق وكانوا تيوأدوا البنات وكانوا تيورثوا العيالات معنى ما كانش عندهم شي حضارة مأدبين وإنما كانوا أجلاف أعراب فنزل القرآن فيهم على حساب كل مصيبة داروها وكل فضيحة داروها وكل خطأ داروه وبدأ القرآن تيقد فيهم وتيصوب فيهم وهما تيستجبوا وهما تيتبعوا أمر الله حتى ولوا أفضل القرون على وجه الأرض بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال أفضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم باش أنه كانوا تحت العناية الربانية وهكذا يجب على الخطيب والواعظ والعالم أن يفعل القرآن دابا تجمع وكمل ولكن باش يكون عندنا خلق ديال القرآن خص الخطيب ينزل في وسط الساحة ما يكونش داير بواحد ربعة ديال الحيوط ويقلب في الكتيبات ويقول هذا الموضوع زوين هذا خايب لا تخصو يطرح الموضوع اللي تيعانيو منه الناس وتيعيشوا فيه مشاكل باش يطرح ديك المشكله على اساس باش الناس يبعدوا على ديك المشكله الا كنا جمعات طيله السنه واحد العدد ديال الجمعات ربعه ديال الجمعات في الشهر ربعه ضربها في 12 غادي تجينا 48 جمعه كل جمعه تنتعالجوا تنتناولوا واحد الدواء ديال واحد المرض من الامراض ما يدور علينا العام حتى نكونوا تعافينا وتشافينا من كثير من الامراض اما الى جا الواحد للجامع ماشي بالنيه انه يصلح ما فسد منه من اخلاق ومعاملات وسلوك وانما جاي عاده لا عباده جاي باش يخرج ويقول ايوا راه عطاهم وتينفارس هو اش من دور ديالو من خلال الخطبه قال سيحضي راه الخطيب بغى يعني بهذيك الكلمه فلان الفلاني راه بغى يعني فلانه الفلانيه وتيخرج راسه هو الا كان الانسان هكا
راه غادي يدوز العمر ديالو وغادي يبقى ديك الحاله ديالو السيئه وغادي يلقى الله سبحانه وتعالى وهو خالي الوطن وتلزق عليه قول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ضايع وغادي يكون فيه صدق الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه فتتصبها هي خاشعة عاملة وتتصبها غدا يوم القيامة غدا يوم القيامة تعبانة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وهذه الآية قرأها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكى حداز على واحد السمعة فيها واحد اليهودي في عبد الله وقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين الآلية إوا عندك نكون من هادو والعياذ بالله اللي جاي السيد ضرب تمارة والصهد والمسافات والكيلومترات والشتاء والبرد وجاي لهنا وما استفدش فلهذا أي خطبة توضعات إلا وراه كاين شي مشكل في البلاد غادي يقول الفرد ياك ما عندي أنا شي نصيب من هذا المشكل خصنا نحيدو ونتعاون مع خوتي باش نحيدوه كانت مره من المرات مشكل ديال الصناعيه ودرنا فيها خطبه وكانت في الصيف بحال هذا الصيف هذا سنوات ونادوا الصناعيه وقال لك علاش تتكلم على الصناعيه خصك تتكلم على رؤوس الاموال جات خطبه درناها على رجال التعليم وحيت نتكلموا على شي واحد ما تنتعلموش بان كل حاجه راه فيها اللي مزيان وفيها اللي خايب حتى الخضراء ناضوا رجال التعليم والجمعة الفارطة هضرنا على المتقاعدين وناضوا المتقاعدين فأنا تقول لك المثل الدارجي اللي فيه الفز يقفز الناس المتقاعدين الصالحين تقول لك يا ربي طهر الصف ديالنا من هاد الناس اللي فيهم النبير وخايبين وعندهم أخلاق فاسدة مزيان لأن كيف المتقاعدين الصالحين والناس اللي ما فيهم ما يتشافوا قال لك علاش يهضر على المتقاعدين احنا اللي حررنا البلاد وحنا اللي ردينا الاستقلال وحنا اللي درنا وحنا اللي فعلنا فهادو الناس بغاو يبقاو مراض فالانسان حتى يمشي لعند الطبيب ما تيمشيش باش يقول ليه الطبيب واش انت صحيح ولا مريض راه ما مشى هذاك الانسان حتى حس بالالام فيه فمشى عند الطبيب باش يقول ليه ها المرض اللي فيك وها الدواء ديال المرض اللي فيك فانتم عندما تقبلون الى الجمعه ماشي باش يقول لك شي واحد انا شيء وراني نقي كلنا حتى الخطيب في اخطاء وتنجيو باش غادي نعالجو الاخطاء ديالنا باش غادي نداواو باش غادي نتصلحو باش غادي يكون عندنا الخلق ديالنا القران وكل واحد يتعاون مع الاخر باش غادي نصلحو راسنا الا ما درناش هادشي هذا فان الله غني عنا وان الله عز وجل قد قال من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين ماشي تصيب المسلمين ديالهم متخاصمين متدحسين متنقرين متحاسدين وحتى تجي الكفار تنتبسموا قدامهم باش يتسمى عندنا كرم الضيافه واننا راه متقدمين حتى حنايا لانه تيقول ابن خلدون في هذه المساله نحله الغالب دائما الضعيف تينضرب واحد الاكبار لهذاك القوي فتخسر كون متحابين بيناتنا ما يكونوش جامعيننا اربعه ديال الحيوط ولكننا في هذا الشهر هذا نحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان صحبه الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اثارها انهم اصبحوا متالفين متحابين فيما بينهم واصبحوا اشداء على الكفار مصداقا لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم هكذا بصحبتنا للعلماء بصحبتنا للأتقياء بصحبتنا للصالحين تندواو وتنولي رحماء بيناتنا وهذا الرحمة الأثر ديالها غدا يوم القيامة أننا سنكون على منابر من نور الأنبياء تتربطنا الشهداء تتربطنا تيقول يا سيدي ربي هادو علاش عطيتيهم هاد المنابر هادو تحابوا في الله وتناصحوا في الله وتزاوروا في الله وتواصلوا في الله هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة وغدا يوم القيامة تتفضح الصدقات دابا ولا عندنا إلا جيت لوجهك وقلت لك تبارك الله عليك أنت راجل ظريف أنت مزيان تنكون أنا مزيان لأنني مدحتك ولكن إلا قلت لك ها العيب اللي فيك وها المرض كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي تنكون خايب
والصحابة في عجبهم هذاك اللي تيقول لهم الأخطاء ديالهم وما تعجبهمش هذاك اللي تيمدحهم، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شفتو شي مدح هزو التراب ولوحو في وجهه. علاش؟ لأن تنفخ هذيك النفس اللي خبيثة، هذيك النفس العدوة ديال الإنسان تنفخ فيها وتعجبو الإنسان الحال. فلهذا تخصنا نتناصحوا ما بيناتنا، وتخص القلوب ديالنا تكون متراحمة، وتخص القلوب قدوة الناس اللي ما تيصليوش باش يقولوا هاد الناس اللي تيصليو سبحان الله متحابين بيناتهم متآلفين بيناتهم متآخرين بيناتهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أما الحالة الراهنة تدعي شي واحد تقول لي نتصلي تيقول لك أنا ما نمشيش لذاك الجامع في كذا وفي كذا وفي الدحاس وفي كذا، أنا نصلي في الدار ديالي بلا ما يتخسر الخاطر ديالي. علاش نكونوا حنايا فتنة لغيرنا؟ فلا بد أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا، وما ينتظرش أننا رحنا غادي نكون بيناتنا واحد المجاملة. تخصنا نصلحوا راسنا. والطبيب إذا كان فيك المرض ديال الكونسير تيقول لك فيك الكونسير، إذا كان فيك السيدة تيقول لك فيك السيدة، وهاد الدواء وعالج راسك. فهكذا حنايا ما نتجاملوش بيناتنا. أما نطلع فوق المنبر ونقول تبارك الله عليكم هاد الوجوه النيرة جيتوا تصليو نتوما مزيانين الجنة محلولة لكم، إيوا فرحوا مع راسكم وتمشيو ناشطين مع راسكم. حتى قال واحد السيد أنا حتى نبغي نسمع جهنم تيجي لعندك لهنا، وحتى نبغي شي شوية الجنة تنمشي لعند فلان الفلاني، لأن الفلان الفلاني وأولئك هم المفلحون كلشي مفلح. أما حتى يجي لهنايا تتندمنا تيبان لنا بأننا ما درنا والو. فإذا كانوا الصحابة رضي الله عليهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق الذي يحتل الدرجة الثانية بعد النبيين وهو درجة الصديقية، يقول ليتني كنت ورقة خضراء تعضد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ولم يغتر فقال والله لو ان مناديا ينادي يوم القيامه كل الناس يدخلون الجنه الا واحد لظننت اني ذلك الواحد، وكل الناس نادى مناد كل الناس يدخلون النار الا واحد لظننت اني ذلك الواحد، كان يعيش بين الخوف والرجاء. فهكذا خصنا وما نكذبوش على راسنا، وبالتالي غادي يتفلى عنا ابليس ويدوزنا لهاد النفس الاماره بالسوء اللي تتبغي الثناء فقط وما تتبغيش باش يبان ليها العيب. وهنايا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الدين هو النصيحه، الدين النصيحه. فلهذا تخصنا نرجعوا لنفوسنا، اللي كاين شي خطا تخصنا نمشيو ننصحوه. وقلت لها شي واحد في الجمعه الفارطه في الليل قلت له هذاك المتقاعد اللي داير لكم الزازا في الجامع عاود عليه ودير ليه الماكله ولا دير ليه قهوه ولا دير ليه اتاي، قال لك ما يستاهلش. قلت له اعطيني الدليل من ما يستاهلش. انا نعطيك الدليل من القران من سوره فصلت فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. هذا الدليل هذاك وخرج المكرفس ادعيه انت بحسن الاخلاق ديالك باش غادي تشدو وتكسبو بدل ما يهرب لينا. هكذا خصنا تكون عندنا المعاملات، ما نخليوش النفس ديالنا هي اللي تتكلم، يتكلم شرع الله. وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيرة من امرهم. ما تبقاش نختارو حنايا، تنقولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هذه هي المقدمه، ويكفي من القلاده ما احاط بالعنق. وننتقل الى اسم من اسماء الله الحسنى. يقول الحق عز وجل في محكم كتابه ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون. فيا عباد الله كل شيء هذا الشيء اللي في الكون تعتبر علامة على الوحدانية ديال الله سبحانه وتعالى. فاللي تأمل في هذا النظام ديال الكون اللي هو مستقر والأحداث دياله اللي متناسقة والسير دياله المنتظم تيوجد أن هذا الشيء اللي في الكون الثابت تيشهد لله سبحانه وتعالى، وأنه تحت نفوذ ديال إرادة واحدة وتحت تصرف حاكم واحد مصداقا لقوله تعالى من سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان كانوا آلهة متعددين غيتفسد، ولكن هذا التناصر وهذا التنظيم وهذا الشيء اللي مبان دليل على أنه ديال واحد إرادة واحدة. فهذه الارتباط المحكم والدائم بين الأجزاء ديال الكون تشهد بانه تحت واحد السيطره ديال مالك واحد. ولو كان
مع الله عز وجل آلهة أخرى. لو كان كل واحد يقول لك عطيني ديالي كما دايرين الحكام ديال العرب دابا، كلهم حكام العرب، بدل ما تكون عندنا خلافة راشدة، خلافة على منهاج النبوة اللي غادي يكون واحد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخرين كلهم على الأقل ديروا غير بحال الأمريكان، دايرين رئيس دولة وحدة ودايرين ولايات كدا 50 ولاية، حنايا ما مقابلينش هاد الشيء هذا. فهنا كهكذا لو كان فينا آلهة إلا الله لفسدت كل إله، غادي يقول أنا أعطيني ذاك الشيء ديالي ويخلي الأخرى ذاك الشيء الآخر، بل غادي يكون نزاع ما بيناتهم. ولا شاهدنا العمليات ديال الإنفصال والتجزئة بين في هذا الكون هذا، ولو كانت الحياة سيئة وما يستطعش الإنسان ولا الكائنات الحية باش تعيش فيها، فهذا إله ديال الشمس تيقد يمنع الضوء ديال الشمس على الناس، وتيقد يمنع الإله ديال الشجر الثمار ديالها على الناس، وتيقد يمنع علينا الإله ديال السحب القطر. ومصداق هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، بل لو كان مع الله عز وجل كاين آلهة أخرى لحاول بعض منهم باش يستعلي على الغير ديالو، وعندها غادي يشهد الكون واحد الحروب مروعة مدمرة، وغادي يكون الملكوت واحد ميدان ديال الصراع ديال الجبارين الآلهة المتنازعة، او اللي حاول الضعاف من هذه الآلهة المتنازعة باش يتعاونوا على ضد هذاك اللي عنده القوة والنفوذ في هذا الملكوت. قال تعالى في سورة الإسراء: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فيا عباد الله، القرآن الكريم توجه النظر للخلق ديال الله عز وجل في السماوات بواحد صفة خاصة، وفي كل حاجة هذاك الشيء اللي خلق بصفة عامة توجه النظر الخلق ديال الله، وهو تيتحدى بالكمال ديالو، كمال تيرجع وتيرد البصر عاجز كليل مبهور مدهوش. تيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلق الرحمن ما فيش تفاوت، تقول هذه نقصة هذه زايدة كل هذه كل هذه، لا، كل حاجة مقدة وتوصل لها هذاك الانسان اللي تامل مزيان وتدبر مزيان، ماشي بحال هذوك الناس اللي عندهم المقاييس عوجا وتيشوف الفلوس عند شي واحد والفلوس ماشي عند شي واحد وتيقول سيد ربي تيعطي الفول اللي ما عنده دراس. لا، سيد ربي تيعطي الفول اللي عنده دراس، انت اللي تتعطي الفول اللي ما عنده دراس. هذاك المثال ديالك خاوي، الله عز وجل عطى الفلوس لهذاك وما عطاكش الفلوس انت باش غادي يمتحن هذاك اللي عنده الفلوس ويمتحنك انت اللي ما عندكش الفلوس. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. ابتلاء عند من اكرمه الله وابتلاء عند من لم يعطه الله، بجوجهم عندهم امتحان عند الله عز وجل. انت اللي ما عرفتيش اتعطي المقياس صحيح، فما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصرة، هل ترى من فطور؟ شوف السماء واش تصيب شي شقوق، والفطور هي الشقوق. ثم رجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. القرآن الكريم تيخاطب الناس جميعا وتيخاطب الناس في كل عصر، فهو ما تيخاطب في هذه الآية الكريمة علماء الفلك فقط، بل تيخاطب هذاك اللي ساكن في الغابة وهذاك اللي ساكن في الصحراء، كما تيخاطب هذاك اللي ساكن في المدينة وهذاك الرائد ديال البحار، وتيخاطب الأم اللي عمره ما قرا وعمره ما خط شي حرف باليد ديالو، كما تيخاطب العالم الفلكي والعالم الطبيعي والعالم النظري سواء بسواء، فإن كل واحد من هؤلاء سيوجد في القرآن داك الشيء اللي يوصل بهذا الشيء هذا الكون، وداك الشيء اللي يحرك في القلب ديالو التأمل والاستجابة والمتاع. إنه أسلوب ديال التحدي من الله سبحانه وتعالى، واللي من الشأن ديالو باش يثير الاهتمام والجد في النظر للسماوات والخلق ديال الله عز وجل كله. هذه النظرة هذه الفاحصة المتأملة المتأنية المتدبرة هي اللي بغى القرآن باش يثيرها، وهي اللي بعتها
لان الناس ولفوا حتى ينوضوا يولف شي حاجه ما تبقاش ديرو، والواحد اللي تيشوف شي حاجه جديده تديرو. فاحنا ولفنا هاد الدنيا، تولدنا شنا السماس شنا النجوم شنا الشمس شنا القمر، وما بقاش يديرنا تيخصنا نضرو هاد النظره هادي. لهذا القران تيديرنا بهاد النظره هادي وتيقول لنا شوفوا ترجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. فهذا الكون هذا تحيد بهذا النظر القرآنية وبهذا الأسلوب القرآني هذا الألفة باش يبين لك الروعة ديال هذا النظرة لهذا الكون هذا الرائع العجيب الجميل الدقيق اللي ما تتشبعش العين من التملي ديال الجمال ديالو والروعة ديالو، وما تشبعش القلب من التلقي ديال الإيحاءات ديالو والإيماءات ديالو، وما تشبعش العقل من التدبر ديال النظام ديالو والدقة ديالو. فيا عباد الله، من نعمة ديال الله سبحانه وتعالى للبشر انه دار فيهم واحد القدره باش يتجاوبوا مع هذا الكون هذا مجرد ما ينظروا ليه ويتاملوا فيه. فالقلب تيتلقى ايقاعات ديال هذا الكون الهائل الجميل، واحد التلقي مباشر، حتى انك الا وضعتي هذا السؤال على الكافر اللي ما تيامنش، الكافر تصغر عليه تقول لي شكون اللي تيملك الارض ومن فيها، لقال ليك بدون تردد الله سبحانه وتعالى. وجاء الشهادة في القرآن في سورة المؤمنون وهو يتحدث بها الله عز وجل جميع البشر، قال عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. فاللي بيديه الملكوت ديال كل حاجة هو الله سبحانه وتعالى، فهو الملك، والملكوت ما تتفاوتش وما تتخرج على يديه سبحانه وتعالى، بدءا من هذا الانسان هذا وانتهاءا بداك الشيء اللي داير بهذا الانسان هذا من المخلوقات واللي تيتامل في هذا الكون وفي هذا الانسان تيدرك بالفطره ديالو السليمه انه ما كاينش شي تفاوت في هذا الكون. والا فإلا كان التفاوت غادي يجي من بعد منه لا محاله الخلال في السير، وغادي يجي بعد منه الدمار. هذه المخلوقات هذه لا يسع الشخص المتامل اللي تيشوف فيها الا ان ينطق قائلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى تم القدرة على الملك دياله، تيفعل في الملك دياله ما يشاء. إلا شنا شي عرش شنا شي عوج شنا شي حاجة في الكون راه الله سبحانه وتعالى هو اللي تيسيرها، يفعل في ملكه ما يشاء. ماشي معقل ديالنا شنا شي طاغية تنقول لها ربي كنصوت عليه شي مصيبة، واش انت اللي تتعرف ولا الله سبحانه وتعالى؟ راه الله عارف كل حاجة، فما علينا حنايا إلا ناخذ بالأسباب ونطيعوا أوامر الله. أما النتائج من عنده سبحانه وتعالى فهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فلهذا في الملك ديالو تيفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، من الإيجاد ومن الإعدام، من الإبقاء ومن الفناء، تيعطي وتيمنع، تيعز وتيدل، مالك الدنيا ومالك يوم الدين. فسبحانه بيده ملكوت كل شيء، والخلق كله له راجع، والمخلوقات كلها تسبول باللسان ديال الحال ديالها لهذاك اللي فيتأملها. إن هذا النظام صنع إله مالك الملك واحد منان، خلق الشمس رحمة وحنانا لبقاء الحياة في عنفوان، وأفاضت يد العطاء على الأرض غيوثا من خيرها الهتان، بعد تقدير قوتها أودعتها ما ينمي جواهر الأبدان، سخر الماء والهواء فراتا وعليلا فوق الثرى يجريان، جعل الليل والنهار لباسا ومعاشا كلاهما آتيان، جعل الشمس في النهار عروسا تتجلى في إمرة السلطان، وأحل البدر المنير مليكا مشرقا في الدجى على الأكوان. كل هذا آلاء رب قدير سخرتها رحماه للإنسان. فمن الأسماء ذي الله عز وجل الحسنى لتنهزها من هذا الكون اللي في بنا مقلب وما فيهش تفاوت هو مالك الملك. مالك الملك اسم من أسماء الله الحسنى، فالمالك
هو اسم الفاعل بحق الله عز وجل سورة ياسين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فالمالك بمعنى القادر التام القدرة، والملك مصدر بمعنى السلطان والحكم بحق الله سبحانه وتعالى سورة البقرة: ما تتل الشياطين على ملك سليمان. والملك هنا المعنى ديالو المملكة، وكل مالك في الدنيا السلطان ديالو غادي يزول. ولقد إذا تذكر الناس أننا في مثل هذه الأيام من الصيف درنا اسم الله الملك وكان معها القدس ومشينا في أسماء الله الحسنى، ومن ذاك السنة لدابا شحال من ملك مات، شحال من رئيس دولة مات وهي غادي يمشاو، كدليل باش نشوفوا حنايا ان كل ملك في الدنيا السلطان ديالو زائل مهما طال ولم يكن له اصل، لان لو كان دام لغيره ما انتقل اليه وهو صائر الى غيره من بعده مهما ملك، فالملك ديالو محدود. وقد يكون ملك ولكن ماشي مالك، لان ما تيملكش القلوب ديال الرعيه والممتلكات ديال الغير. وقد يكون مالك ولكن ماشي مالك، لانه تيملك الضياع، تيملك الاراضي، تيملك الغابات، تيملك المساحات، لكنه ما تيملكش هو مالك عليها بمعنى متحكم فيها او في من فيها. اما مالك الملك فهو الذي ملك وحكم وعدل، فهو المالك والملك والمليك، تيملك كل حاجه ظاهرا وباطنا، بالايجاد من العدم اولا وبالابقاء ثانيا وبالتدريب والتدبير والتدبير والتصريف ثالثا، فهو الحاكم الوحيد. والسلطان كله ليه سبحانه وتعالى، والملك كله بيديه سبحانه وتعالى، تيحكم ما يريد وتيقضي ما يشاء لا معقب لحكمه. القاضي تيقل يحكم الان ولكن يجي ويدير الاستئناف ويغيروا له الحكم. شي حاكم ديال شي بلاد يقدر يحكم، يجي ملي كانت باللي حيد داكشي وراك في الخطر مشى العرش ديالك ويغير عاود الحكم ديالو. الا الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، هو الملك المطلق وهو المالك المطلق وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. فانت الا كنتي مالك عندك الحوايج بالتغيير ديالك ومحفظهم، ولكن هذاك الملك ديالك تزول ديالي ما حدك في الحياة، ولكن حيت تموت مشى ما بقاش ديالك. يقول ابن آدم: مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. أنت عساس ما حدك ما تمتع فيك داك الشيء، أنت ماشي ديالو. وشكون هو المالك ديال هذا الشيء؟ هو الله سبحانه وتعالى. تنموت أنا وتموت أنت ويموت الآخر ونخليو داك الشيء وكل شيء يبقى، واللي تيورث هذا الشيء هذا هو الله عز وجل، يرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. والملكوت هو الملك العظيم وما تيتطلق الا على الملك ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى خاصة. لهذا قال الله عز وجل في سورة الأعراف: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى في سورة ياسين: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فالموجودات كلها تعتبر واحد المملكة واحدة، والله جلت قدرته هو المالك ديالها، هو القادر ديالها، والسبب في الإطلاق ديال المملكة. علاش اطلقت المملكة على هذا الشيء كله ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى ديال هذه الموجودات؟ لأنها مرتبطة بعضها ببعضين، إذ أنها واخا هي كثيرة من ناحية ديال الوجود فعندها واحد الوحدة من واحد الوجه آخر. وبحالاش بحال البدن ديال الإنسان، العين ماشي بحال اليد، اللسان ماشي بحال الودن، مختلف اللسان عن الودن، كل واحد تيأدي دور، ولكن هذا البدن ديال الإنسان تيكوننا واحد المملكة. علاش؟ لأنه واخا مختلفين راهم متعاونين على تحقيق غرض مدبر واحد. فهكذا كانت مملكة واحدة فكذلك العالم كله تيتعتبر بحال شخص واحد، والاجزاء ديال العالم بحال الاعضاء ديال الانسان، وهي متعاونه على مقصود واحد هو الاتمام ديال الغايه ديال الخير الممكن للوجود ديالو على مقتضاه الوجود الالهي سبحانه وتعالى. ولاجل هذا الانتظام ديال هذا الشيء ديال الكون،
على الترتيب المتفق والارتباط ديالو برابطة واحدة كانت مملكة واحدة والله سبحانه وتعالى هو الملك ديالها وحده دون غيره. يا مالك الملك يا من لا شريك له وليس يشبهه شيء وإن عظم الكون أنشودة مذ كان رائعة وأنت ناظمها جل الذي نظم دقيقة الوزن والآزال قد تركت ظلا عليها حباها الحسن والعظمة من ذا سواك على حال مدبره وأمرك الأمر في آفاقه انتظما من أنت تعطيه زادا لا يجوع ومن تسقيه شربة ماء لا يحس دما. ومن المعاني ديال مالك الملك أنه القد على كل حاجة والفعال لما يريد والغني والمغني والمعز والمدل والخافض والرافع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى ما يقولك شو أنا مالك أشدت القوة ديالي. ورحم الله أحد العلماء عندما كان أحد الرؤساء الدول العربية كانوا يبغوا يضربوه في جهة السودان يقتلوه بسلك وجا عند ذاك العالم قدام الإذاعة قال لي عندك تعتقد أن هذا الملك أنت اللي شديته الرسك إذا كنت عادل فإن الله يريد أن يبين جمال العدل من خلالك وإن كنت طاغية فإن الله يريد أن يبين بشاعة الطغيان من خلالك. فاعلم أن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهو اللي عند الملكوت ديال السماوات والأرض. ولقد اختص الله سبحانه وتعالى بصفات ديال مالك الملك ما شرطحت شي واحد من الخلق دياله بالاسم ديال هذا وهذا وما تتشرش فيه شي واحد شي صفات ديال مالك الملك إلا عنده سبحانه وتعالى. ولكنه عز وجل تفضل على من شاء من العباد دياله بعض هذه الصفات باش يبقى الملك ديالو وحده متقائمة تتحرك البعض ديالو ببعض بتقدير مالك الملك والتدبير ديالو. فإذا تدبر كل واحد منا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اقرأ هذه الآيات من سورة الملك وتدبرها مزيان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وأيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اقرأ هذه الآية من سورة يونس واستدبرها قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. اقرأ هذه الثلاث الآيات ما تيوسعو إلا أنه تينزه الله سبحانه وتعالى وتيسبحو وتيقول كما ورد في سورة ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا هو المعنى ديال اسم الجلالة مالك الملك. شو الحد ديالنا من هذا الاسم هذا باش نتخلقو وحنا جايين هذا السبيطار هذا الرباني الرحماني باش نكونوا على الطريقة ديال السلف الصالح من الصحابة رضي الله عليهم. ما حظي وحظك يا عبد الله ويا أمة الله من هذا الاسم الجليل؟ الجواب على ذلك نستمع إليه في الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة. فنسأل الله عز وجل أن يؤتينا الحكمة وفصل الخطاب وأن يوفقنا لما فيه الخير إنه على ذلك قدير وبإجابة جدير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى الصحابة الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله من الأسماء من المعاني ديال اسم الجلالة مالك الملك
أنه هو اللي تيجري الأمور كما بغى هو، لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه، هو اللي تينفذ المشيئة ديالو في المملكة ديالو كما بغى وكيف بغى، إيجادا وإبقاء وإفلاء. أما الحرب ديالي وديالك ودنتي يا أمة الله من هذا الاسم الجليل، فما دامت المملكة ديال كل عبد هو هاد الصحة ديالو، هو هاد البدن ديالو خاصة، إذا تخصو يكون هو اللي تيتحكم في هذه الجوارح هذه، هو اللي تيستعملها في المرضات ديال الله عز وجل، وذلك بالتنفيذ ديال المشيئة ديال الله في الصفات ديال القلب ديالو والجوارح ديالو، وبذلك تيكون هو الملك ديال المملكة ديال نفسه بقدر داك الشيء اللي تعطى ليه من القدرة عليها. فنشوفوا كل واحد واش حنا متحكمين في هذه المملكة ولا هي تدير ما بغات، الراس داير ما بغى، النفس دايره ما بغات، العقل داير ما بغى، الراجل عنده دكتوره ديال الطب وداير محاضره قداش على القارو وتصيبوا لك تيكمل قارو حتى تكمل المحاضره، الراجل عارف اخطار ضاره ديال الشراب وقاس لك في قصارات وتيشرب الشراب وتيقطع الكبده ديالو وتيقطع الامعاء ديالو وتيقطع الجوارح ديالو، هذا المملكه ديالو مشتته، كل واحد شد واحد القلص. اما اللي هو افهم مالك الملك راه تيتحكم هو في هذه الجوارح ديالو وتتكون خاضعه للمشيئه ديال الله سبحانه وتعالى، ما تتغيرش الاهواء المحرمه ديال البنات.